يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ نورت يا روح عيني يا قلبي من جوه. يا سلام يا ولاد، والله ما انا عارفه اعمل ايه، ارقص ولا زغرت؟ ايه انت فاكره ايه؟ خلاص فاكرة ان انا كنت هشيل الليلة دي لوحدي ولا ايه؟ ولا كنت فاكرة انك انتي مش هترجعي السجن ده تاني؟ ها؟ ابعدي عن وشي وسيبيني في حالي، سامعة؟ حالك؟ حالك بقى معايا، ومن هنا ورايح انا اللي اقول حالك ده يبقى شكله ايه؟ وحياتك يا كريمة، وحياة رميتي في السجن ده زي الكلبة، ما هخلي يوم يعدي عليكي إلا وهتتعذبي فيه. سامعة؟ عايزة إيه؟ أنت عايزة إيه يا سينا؟ عايزة إيه؟ عايزة أنا أروح المحكمة وأقول للقاضي أنا اللي قتلت محرم؟ حاضر يا ستي، هروح له وأقول له أنا اللي قتلت محرم، بس ابعدي عني بقى، ابعدي عني. لا خوفتيني. بقول لك إيه؟ أنت فاكرة الشويتين دول هيخلوا عليا ولا إيه؟ لا. وأنا بقى القاضي لو ما حكمش عليك بالإعدام، في اللي حكم عليك بالإعدام خلاص مستني بس، فاهمة؟ يا محسن. نعم. بقول لك ايه، هاتي تليفونك دي شوي. انت مش عارفه انه ممنوع؟ انت عايزه توديني في داهيه؟ معلش دقيقه بس. يا واحده ما تاخريش. هي دقيقه، انا مش هحتاج غيرها. هاتي هنا. الو الو، ايوه يا ست الكل، ايوه نسينا، هي شرفت هنا عندي في العنبر. ايوه اعملي انت اللي قلتي عليه، وانا هخلي لياليها كلها اسود من قرن الخروب. عينيا. حاضر. سامية، سامية استني بس، عرفين بس ابعد عني، لا صوت ولم عليك البلد كلها. تصوتي وتلمي البلد على جوزك حبيبك؟ جوزي حبيبي؟ ابعد عني، انا مش طايقه نفسي. ليه بس؟ حصل ايه؟ هتقعدني فين يا محروس؟ هتقعدني عند فتحي ولا عند جبرية؟ وغلاوتك، وغلاوتك اللي يكون عندك بيت النهارده يتحلف بيه في البلد كلها. بيت منين يا راجل يا كذاب يا ضلالي؟ بقى انت عندك مزارع فاكهه؟ انت بتاخد جناين من بابها؟ ما هيحصل، هيحصل، بس الصبر، الصبر، العجله من الشيطان. عجله ايه والشيطان ايه؟ ده انت الشيطان ذات نفسه. اصبر لحد امتى يا محروس؟ لحد ما الاقي نفسي قاعده في الشارع؟ يا بت، يا بت، هبيع العربيه ونشتري بيت. يا سلام، ولما تبيع العربية ونشتري بيت هناكل ونشرب منين؟ هنفتح حتة قهوة صغيرة، هتأكلنا الشهد. حاكم البلد دي ما وراهاش حاجة غير القعدة على القهاوي. يا بنت صدقيني بقى. ومين بقى شملول اللي هيقف في القهوة، أنا ولا أنت؟ لا أنا ولا أنت، هنجيب حد يديرها وأقعد أنا وأنت بقى نلم الغلة، أنت تاخدي الخمسات وأنا آخد الخمسينات. خمسات وخمسينات؟ روح يا شيخ، إلهي يبتليك بكورونا. الله 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 الله، بتدعي عليا ليه دلوقتي؟ ما أنا حليتها لك. حليتها فين؟ ده أنت عقدتها أكتر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محروس. يا خيبتك يا سامية، يا حظك الأسود يا سامية. أروح فين وأشكي لمين؟ عرفتي بقى إن مالكيش غيري؟ يا بنت فهمي، هتروق وتحلى والله. تعالي بس، تعالي. أوعى. تعالي بس. ابعد عني. لا يا بنت تعالي. أوعى، أنا داعية عليك. أهلا. يا جينا، الواد فين؟ جت عمتي أخدته، ما تقلقش. إن شاء الله هتطلع بالسلامة. إن شاء الله يا مروان، أنا راضية بحكم ربنا. ونعم بالله. أنا عايز أعرف أنت جايبة القوة دي كلها منين؟ أنا القوة دي كلها جايبها من عند أبويا الله يرحمه. لما كنت صغيرة كان بيجيني ليلة رمضان بيقول لي يا زينب بكرة رمضان أنت هتصومي؟ كنت بتكسف بقول له يا بابا انا هحاول، كان بيرد عليا يقول لي لا يا زينب انت كبرتي دلوقتي
ولازم تصومي. كان كل صحابي بيصوموا لغاية الظهر، وفيهم شوية بيصوموا لغاية العصر، بس أنا كنت بصمم عشان أصوم لحد المغرب. عارف ليه؟ عشان أنا وعدت أبويا. كنت ببقى عطشانة قوي وجعانة قوي، بس بقول معلش يا زينب استحملي هتقدري، لحد ما صمت اليوم كله. أول يوم صمت فيه رمضان كنت فرحانة قوي يا مروة، وجريت على أبويا قلت له يا بابا أنا قدرت وصمت لغاية المغرب. قال لي برافو يا زينب، طب قوليلي وانتي صايمة كنتي جعانة؟ قلت له آه. قال لي كنتي عطشانة؟ قلت له آه. قال لي هي الدنيا دي كده، عشان تدينا الحلو لازم تعطشنا وتجوعنا، بس احنا لازم نستحمل ولازم نقوى، عشان اللي بدأ حاجة لازم يكملها لغاية الآخر. يا زينب فكرتيني وانا صغير، كنت راسم لنفسي صورة حلوة قوي، كنت شايف ان انا هكون اغنى واحد في الدنيا دي كلها وابقى حاجة عظيمة قوي. كنت شايف كمان ان انا كان عندي يخت كبير قوي في البحر، كنت لابس شورت وسجار في بقي زي بتوع روكسي. هي دي الصورة اللي انا كنت شايفها طول عمري، بس انا وانا صغير كنت عيل مجنون. لما كنت ادخل الافلام بتاعت الرعب واشوف الناس بتتكهرب كان شعرهم بيوقف، كان شكلهم حلو قوي 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 يا زينب. قلت اجرب، رحت حاطط يدي في الفيشه وهي في الكهرباء، اتنطرت مترين يا زينب. رحت لحد المرايه اشوف شكلي، شعري وقف ولا لا يا زينب؟ وكل كوم وحكايه الكوره دي كومت يا دي. العيال وهي صغيرة كنت بشوفهم هما بيلعبوا كورة، خدوني مرة معاهم ألعب، روحت نزلت الملعب أمرح وأروح وأجي يمين وشمال. والله العظيم يا زينب لا كنت أعرف يعني إيه فاول ويعني إيه بيلين ويعني إيه حكم ولا أي حاجة، وعشان ما يزعلوا مني شيء قالوا لي وقف جون. هيبة راجل واقف كده بين ثلاث عرضات، واحدة فوق واحدة، فاهمة يا زينب؟ هي دي الكارثة يا زينب، دخل فيا سبعة جوان. أيوة كده اضحكي. نفسي أشوف ضحكتك دي على طول. مروان مش عاوزك تنسى وعدك ليا. عمري ما هنسى يا زينب، صدقيني عمري ما هنسى. يلا. إيه؟ رايحة فين؟ عاوزة أشوف نوح أطمن عليه. حبيبتي أنت يا زينب. يلا. إيه. لا إله إلا الله، ده أنا كنت واحد عبيط جدا وأنا صغير.